كي مارك تطلق مؤتمر الاكتشافات الدوائية الأول في الرياض بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني. كما أن مؤتمر الاكتشافات الدوائية الأول يعد مختلفا نوعا ما عن المؤتمرات الدوائية المعتادة، حيث أنه ينحنى في مسار تطوير وتجارب وتسويق الأدوية، وذلك من خلال احتضان مشاركات وطنية ودولية. المؤتمر هذا هو مؤتمر الاكتشافات الدوائية من المختبر إلى التجارب السريرية أو الدراسات السريرية الأولية. نقصد باكتشافات دوائية هي المرحلة الأولى في المختبرات لاكتشاف مركبات كيميائية تنفع وكعلاجات مستقبلية، وهكذا يبدأ اكتشاف الدواء الحقيقة. وبعدين بعد الاكتشافات وتجربتها على بعض الأمراض على الخلايا في المختبر. وكان هناك حلقات نقاش حول أهمية تعزيز دور المملكة لهذا النوع من الأبحاث العلمية على الساحة الدولية ومدى الأثر الصحي والاقتصادي على دول المنطقة، والذي من شأنه أيضا استقطاب شركات دولية في هذا المجال. سعود بن بجاد، الإخبارية. تحت شعار دعونا نتحدث عن الاكتئاب، احتفلت أكثر من 150 دولة حول العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يسعى إلى التوعية بهذا المرض ومحاولة إيجاد وسائل جديدة للعلاج والوقاية من هذه المشاكل. في العاشر من شهر أكتوبر من كل عام تحتفل الجهات الصحية حول العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، وفي المملكة احتفلت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بدورها بهذا اليوم من خلال عدد من الفعاليات والبرامج التي تساعد على إبراز وتوعية المجتمع بهذا المرض من خلال فريق متخصص سمي بفريق أنا أفهمك. طبعاً فريق أنا أفهمك عمل استبيان على مستوى منطقة الرياض، حوالي 90% من المصابين يرفضون الذهاب للأخصائي أو الطبيب النفسي بسبب وصمة ونظرة المجتمع، حيث أن المجتمع يربط أنه المريض المصاب بالاضطراب النفسي هو شخص مجنون، وهذه مع الأسف نظرية خاطئة. يسعى فريق أنا أفهمك من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ المفهوم الصحيح للاضطرابات النفسية وتسهيل عملية التشخيص والوصول إلى علاج، كما يسعى إلى الحد من تدارك مضاعفات الاضطرابات النفسية وتوفير مجموعات خاصة تساعد المصابين وأقربائهم للتحدث عن تجاربهم. رسمتي مقتبسة من فنانة أجنبية اسمها ماري، كانت وقت الاكتئاب تجلس وصديقتها تصورها وتعيد رسمها، تعيد رسم جلساتها وهي مكتئبة، وأنا اقتبستها منها والنار يعني كأنها توصف مشاعرها من جوا. تطمح اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية من خلال فريق أنا أفهمك إلى وضع بصمة في المجتمع السعودي من خلال تقديم الدعم للمصابين بالاضطرابات النفسية ومد يد العون لكل من يحتاج إلى ذلك. فيصل حاصلنا الإخبارية، الرياض.